وحن النبي جينا لجوري عليه الصلاة والسلام حديث صحيح أو مسلم ورنا أيه أبو سعيد الخدري بأن النبي كورنا أيه نبي وحيد عليه الصلاة والسلام إذا تثاءب أحدكم فليمسك يده على فيه فإن الشيطان يدخل وصريح بين هذين هذه قفك وهم هم سدو أما هلا قياده وإنه أفك إسكو قبتا سببته أوه شيطان أي أفك كجلية وأنا حديث صحيح أو مسلم أي ورينية مركو إمام نووي حديث كان شرحه في شرح مسلم وحورنيا قال العلماء أمر بكظم التثاؤب ورده وحور رسولك إن أمرئنا إنه حجينه أو إنه إسكوات كينه هم همسكة أو جعنت إنه أفك ساره سئانو شيطانك مراد كيس أجارين أو محيئة من تشويه صورته ودخل فمه وضحكه منه حديث كلا إسنوح وشيغية أو صحيحة قفك مركا وهم همسة إنه شيطانك كحرابة إستو أو كقصله أو أدير بيان أكدكته وحلقو قصله مركا وحوت المامي إمام نووي رحمة الله عليه إن حديثك إن أمر إيه إن أنا أفكا إسكو قبنه مركا قفك بن آدمي وعاكسة وأفكا كالقاضية حديث إما مسألة الشنادة الدليشدين وحاكم ده رسولك إنه عليه الصلاة والسلام حديث أبا هريرة وكسوريه وحو النبي جينا عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خياشمه قفكم مركو هبين كي سيحضو إيه أصوت وصمركو ويسيسن أيو صدح جير سنك صفي عن بيها هوقل أيو وهيسكسو عليو نبي قوو سببي عليه الصلاة والسلام أرنتا سوحو إلي هبين كي لبدي نسندل أيو أهو إذا شيطانك وحديث متفقة بخاري مسلم باورين أيه وحي راهدين لبا ميلود أيا إرلمهن تركينا كبنان مدى واسنك أفكا والا اسكو قبن كراين دهانا والا اسكو قبتا لبا دا بنان باي راهدين لبا دا باو كفا إذا استايبلي اسكو هبين كهالك اسو أهو إذا دقهانا وكو كاچا دقهو دبار الماله دقهانا وكو كاچا سيد حديث صحيح والنبي جينا كسجناتي لجو الرمي والمحيي النبي جينا على سلاة سواه أكتي سواه على جو الرمي ننها بين كي أن سلاة الليل كأوك عينين إلى واجو وند الله قيب نولجي سبب قيب كمالها إنه هبين كي سلاة الليل أوك مركز النبي جو عليه سلاة وسلام محيي لذاك رجل بال الشيطان في أذني في أما في أذني نك أكش كين إنسان ونك ذيدا وأن الشيطان دقيه سكجا كاشات كورم إنسان بونا بقول نكابي نودن إسكهور ده وتجوك تقن إنسان عن دقيقة ساعات كلي سلا تولي لو كعين وقت كصمد فرن داي وأن الشيطان دل يستي بقول دقيه كجا كاشة حديث إسنا واضح بعشرة وأي ورينا إسو صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها وأرضاها وأي لا ذهي رسولك عليه الصلاة والسلام معتكف كؤا مساجدك أيان صوب وغضي وقتها بإنماء مساجدك أن وقو إمي وحوقا بأن النبي قال لفردي عليه الصلاة والسلام دبدا يدنو وانسرك عيسي أنقوري قيق وقو النقضة دبدا النبي عليه الصلاة والسلام وحو دمعي إنو إسو دوي مركان بنانك أصوب بحني بان ميل بنانك استاغني دبدا يدنو اللبويل أو دليرا أو أنصار أن أنصارتي أيان صو أقمريو ميليرو هرقوذا له ميليرو بيصومرين طبعاً المركي أركان رسولك عليه الصلاة والسلام وقبل لتاقن أي آد أدك ديقين نبيكو مركا أوحو إسيري آرمو إبليسكو هل كاد لك هدك تايو هدو يرى هذا رسولك بواكين ناقاها بنانك لتاقنا مركا سو نبيكو كوير على رسلكما عكتر ديقا كاد سيدا قبلنا لتاقنا هي وزوجده إذي صفية بنت حيي مركز الصحابة ينا حاشا لله نبي جي الله كودني ما إنه إن أتقف أجانب حل جا مقدية دبنا على تاجن تاعي نبي جو مركز هو سبب عليه الصلاة والسلام وحيري إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم
شيطانكو سيدي سبا حديدة ديقة مفارقة ونحص عضا وإني خشيت أن يغذف في قلوبكما في قلوبكما سوءا وحن كتحدري إن قلبكين وكفى إذا استوى قلت وهوش يغو إلى هذا سو كان رسول كينو با عدلة لتاقن مركا وحيدا حاشا لله نبي الله كون نسبين ماينو إن أرن كاسي أديك كاسور تقلو إمام أشعري أبو الحسن الأشعري وحو يساقو تلمامي كتاب كيس مقالات أهل السنة والجماعة مركو قرأي وحو يساقو أيدي قول كأه إنو جينكو ونباتو جيسن كرو ودرين كرو بنا آدميك وحو نكوي لكتاب كيسا إنهم يقولون إن الجن يدخل في بدن المسروع وحي علمضوا إلى هذان قفك بنا آدميك جينكو وقلي كرا نباتنا وأوجيسن كرا وانو لقدي كرا وحاني الدليل شذين بول علماء داسي آيات عين صو أقرني الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذين يتخبطه الشيطان من المس إمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه حل حل يذا كم ذا أي ويل أو دالي ولورن شر عبد الله وويل كيلوجو كنيون شر وسنن عالم أها أي أبيه وحكوري يا أبتي أبهايو إن قوما يزعمون أن الجن لا يدخل في بدن الإنس ضد وحي شيغيان إن أنو تشينكو قلي كارين شرك بن آدمي فقال الإمام رحمة الله عليه يا ابني يكذبون هذا هو ذا يتكلم على لسانه سو كا عرب كي بن آدمي أديك سنة يا مركو صوت أحقلو عرب كي بن آدمي كا أديك سنة يا وي قال هذا أورانا يسا تشينكو بن آدمي ما قالنا بين بشيغيان بورانا يا إمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة وحكالو الرسول كانوا يري عليه الصلاة والسلام قفك بنا آدمي مركو هابين كي سيحضو أما ركا أهادو أما دمر أهادو إيه هل كا قدادك صدح قنتي موت بو قنتا ما هاتي ماها وحوي أن محاك رقيب تنهر دادا إيه نار في سياشة أيو عليس وصاريا قفك هدو دكرتو ورادان تماها بيسكحي رمحو قنتيا معنوه حقا ما هاتمها لقا ما وضو وحوية فرصما نوع سحره وكالأو وإبليس قاديك سيدو وقفك بنا آدمي عبادة دي هبين كي كسيحيو صدح قنتموت بو هبين كي قنتا قفك مركز سيحدو مركز دو قنتين حربا انتو درباحة بو نبي قول عليه الصلاة والسلام أيوحو أرانيا عليك الليل طويل فرقد هبين كامت تقين ولي اسكهورد بو أرانيا روح مسلم كي مركو صلاة الليل كأوكع إلهي ذكر جيسا وحصو هل قنتم بافرنتا ذكر جاسا فريا مركو ويسيستنا قنتم تلبات بافرنتا مركو صلاة الليل كتكذنا قنتم تصدحات بافرنتا بو نبي قولي فأصبح نشيطا طيبا نفسي قفك مركا إساقو دي جيسو في الفرعون يهي بواقو أبريا وإلا أصبح خبيثا نفسي كسلان قفكو هدانو صلاة الليل كسد كل هاين هبين كي مركو توصو حتى صلاة الصباح بهاتو كده في الفرعوني دي للربي ومالين تانو لشكو بلا بلا مهلا يساقو كسلان أبو كعيا حديث كسيدا سينا وحي رهدين وحديث متفقة بقاري مسلم أيا لبدو دبعي سوريين وحكا ليت المامين علم داسي حديث صحيح با إسنتشرا oo inuu dib u geysto bina aadmiga jinku tilmaamaya aba hureyra warinaya waxa uu tilmaamaya xadiiskaasi ma min mawludin illa washaytanu yamassuhu hina yulad fiyastahil sarikhan min massi shaytan illa maryama wabnaha bina aadmi dhasha oo aanu jinku ama shaytanku aanu gujinin ma jirto marka laga reebo Maryama bint Imran iyo waladkeedii oo Ciisa oo alayhi salaatu wa salaam labada ruux iyaga wax dhibaato ah uu u geysan kari waayay sababta oo ah wuxuu Ilaahay aqbalay ducadii gabadhii awliyada ahayd ee labada caruur ay ka tafirmeen wa inni u'iduha bika wa dhurriyataha min ash-shaytaanir rajiim oo Maryama ذريتي وحي أهيد قبل داس عيسى نوح ذريته أها مريم لبضع عرور بين شو إسنالي
labadaas ilaahay ducadii gabadha waa ka aqbalay wax dhibaato ah uma geysan marka xadiidka ibn xajar al asqalani uu sharxayay wuxuu yiri qaal at-tabariyyu imaamu at-tabari marku masalada ka hadlayay wuxuu yiri هذا الطعن من الشيطان هو ابتداء التسليط فحفظ الله مريم وابنها منه ببركة دعوة أمها مركه اوغه ريسه ويرركو ابليسكو سو قادم بنا ادمغه وها اوغه ريه غجدا او غجناي سدا درتيد با رسول كانو تلمامي ان قفكه مسلم بنا ادمغه غاليه اسلام مركه شيطان كو غجيو انو يستهلو oo qaylinayo nimankan saynisku waxay raahdaan mas'aladaas waxba kama jiraane marka qofka bini'aadmiga ah dhasho marka hore sanbabadiisu way isku dhagan yihiin sida baaloonka aan la buufinin marka alaaliye markuu hawada u soo baxo naqaska qaato ayaa labada sanbab kala baxaan bay raahdaan deedna kala baxa ay kala baxayaan buu ilmu xanuusanaya markaas uu ilmuhu la qaylinaya hada waa sheekh yani shay iska kadib ah hadii ay sababtu taa tahay waxa rasuulkeenu inooga waramay maryama iyo ciisa midna inaanu qayliin oo dhibaatadaasi gaarin labadaasba sababkoodu uu kala baxay marka waxaynu qaadanaynaa qawla rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasallam alladii laa yatakallam ilaa bilwaxyi maa yandiqu can ilhawa ilaa waxyun yuuxa adilada ay soo qaadanayaan culimmadaasi aad bay u badan tahay waxaa ka mida maalan xadiidkii nabigeena calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam ay u waramaysay gabadhii dhabar furanku uu ku dhacay ee ku tidhi nebi allow dhabar furan baan qabaa waan ka tukan lahay waan ka soomi la ahay markaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam cudbi ku qabo markaasaa tidhi dhiigga iga socdaa wax cudbi hor joogsan karta maahan markaasaa wuxuu yidhi mare intaad ku qabato isku xidh waxay tidhi wax joojin karaya ma ahan markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam arrinka aad iga waramaysa haddaan kuu sheego daa innamaa daaka haada rakta min rakadaadi shaytaan waa ku dhufasho uu jug ku siiyey raximka haweenka isagoo doonaya inuu ka khalkhaliyo cibaadada dhiiggan kaa furmay sababtiisa waxaa ka dambeeya waa cidhibtuu ku dhuftaa raximka markaasaa dhiig ka furmaa dumarka waxaan uga gol leeyahay inay salaada uu ka waswaasiyo ee waxaad yeeshaa bishii lix maalmood oo waxaad u ictibaarisaa inuu dhiiggii caadada yahay inta kalena iska tuko qaab buu u sheegay markaa loo tukado culimmada fiqhigu ay idiin sheegtay ama lix maalmood ka dhigo ama toddoba maalmood ka dhigo xadiidkaas wuxuu sariix ku yahay in raximka dumarka uu ibliisku nabar ku dhufto nabar uu ku dhufto oo dhiig ka yimaado taa macnaheedu waxa weeyaan hadduu dusha kaga dhufan lahaa dushana dee dilaaci lahay ee inuu gudaha galo dabadeedna halka uu nabar ka gaadhsiiyo baa meeshaa ka cad bay yidhaahdeen culimmada baabkaa ka hadlaysa haddii aynu intaa ku soo ururino adilada ay soo tilmaameen culimmada ku doodaysa inuu jinku durreeyo bini aadmiga waxa la weydiiyey maxaa adilo haysataan inaanu jinku duraynin bini aadmiga waayo rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam in badan muslimiinta wuxuu lahaa idaaya waxa u baahan tihiin ka tegi maayo su-aashayga daaya haddii aad leedihiin jinku waxba ma dureeyo haatu burhaanakum iyagu markaa wax daliiloho rasuulka ka sugnaaday oo odhanaya jinku waxba ma dureeyo may soo bandhigin laakiin waxay isku dayeen inay cilleeyaan aayadahan iyo axaadiistan saxiixa ah inay si kale u fasiraan laakiin wax daliiloho cad oo ay yidhaahdeen aayadda ama xadiidkaasaa sheegaya bini aadmiga inaan jin durayn may soo bandhigin axaadiistaasun bay siyaabo kale u ta'wiiliyeen aayadda qur-aanka ah ee ilaahay tabaaraka wa tacaala uu tilmaamayo maalinta qiyaame inay dhacdhacayaanna waxay ku tilmaameen ba alladiina yaakuluuna riba aayadda aynu soo qaadanay waxay leedahay bay yidhaahdeen aakhira ma ahane adduunkay ka waramaysaayo dadka riba cunayaashii ifkay ku saxariirayaan baa laga wadaa ayay odhanayaan axaadiistan kale oo dhana qaar saxiixana waxay yidhaahdeen noo cilleeyeena waa daciif qaar saxiixana waxay yidhaahdeen sidaa lagama wada sidaasaa loo jeedaa calaa ayati xaalin horta labada qolaba
waa ixtiraamaynaa qolada odhanaysa jinku waxba ma dureeyo inkastoo adilo lagu qanco aanay keenin iyo qolada odhanaysa jinku waxba u dureeyaa oo adiladoodiina aynu soo bandhignay labadaba waynu haynaa laakiin qowlka raajixa ah oo jamhuuru ahli alcilmi ay qaateen waxa weeye maadaama jinku uu yahay cadowga bini aadmiga inaanu u turaynin kayfiyad allaaliya kayfiyad uu doonaba uu waxyeelo u geysan karo anigu haddaba shakhsiyan 29 sanaan baabkan ku jiray oo waxaan aan ka shaqaynayay 9-kii ilaa abtunaw waanu ka agdhowaa wixii aniga isoo maray shakhsiyan ayaan soo bandhigayaa tusaale yar yaroo koobkooban oo aan shakhsiyan anigu u arkay xaqiiqa ahaan oo aan cidi iiga waramaynin hal qiso waxay ku saabsanayd aniga oo burca markaa fadhiya waa 98 taqriiban 99-kii meelahaas taariikhdu ay ku beegan tahay waxaa ii yimi laba nin nin baa xanuunsanaya ninka kalena wuu wadaa ninka kale ee wada aad baan isu naqaanaa waa nin mutacallima oo jaamacadihii soomaaliya ka baxay ayuu ahaa nin ay ilmaadeeriyiin buu ii keenay ninkaasaa markaa xanuunsanaya siduu isagu u waday ninkii markuu ii keenay qur-aankii ku bilaabay isagii waday baa igu duldhacay isagii waday ayaa igu duldhacay isagii baan markaa ku mashquulay kii kale ma dhicin markaan qur-aankii ku bilaabay isagii baa dhacay isagii markaan qur-aankii ku aqriyay isagu koomu ku jiraa marka carabkiisa waxbaa ka hadlay maxaa ahaydeen gabadh baan ahay hebla hebel baan ahay ninkan waan jeclaa sixir baan waraabiyey calooshaanu fadhiyaa sixirkii bay tidhi ninkii markii uu soo miiraabay ayaan wareystoon ku yidhi caloosha ma wax xanuuna kaa haya marka wuxuu yidhi hadda ayaan ka soo noqday Germany waxaanay ii sawiray caloosheeday sawireen waxay yidhaahdeen xiidmaha ayaa qayb dhani ay dhimatay waa lagaa goynayaa madoobaati marka wuxuu yidhi bal aan soo diyaar garoobo sidii markaa ballan baan la leeyahay dhakhtarkii Jarmalka ahaa waxaan rabaa Jarmani inaan tago jinniyadan lasoo dirtay ee loo soo dirtay inay maxabo ninkan ay jeclaysiiso waxay isu beddeshay marad inqalaba sixir walaa yuflixu saaxiru xaysu ataa waxuu isu beddelay sixir almarad waxaana loo xidhay sixir almaxaba in ninkan uu jeclaado naagtan way suuroobi weyday waxay isu beddeshay sixir almarad marka waxay ii sheegeen jinkan lasoo adeegsaday khaadimka ah ee sixirooluhu soo dirtay waxay ay sheegeen halkan madow ee dhakhaatiirtu aragtay annagaa sawirkan samaynaynay keliya waxaan rabnay un inaan kharash garayno oo aan rafaadino oo xidmaha bar la jaro muddaan markaa qur-aankii ku wadnay alxamdulilah uu raystay ilaa hadda uu shaqaystaa muhim aha inaan magaciisa sheego oo niman aada saaxiib ahaynba dhacdada labaad waa dhacdo aad iyo aada u xanuun badan bay ahayd isla burca lafteeday taasina igala kulantay waxaa la ii keenay inan aan sidi mala waa 15 jir 14 jir oo aada iyo aada yacni u qurux badan maasha allah inantaa ayeydeed ba haysta hooyadeed way dhimatay marka ayeydeedaas ma kala garanay matii aabaa matii hooyaa ma kala garanaya inantii markii ay ilaa 12 jir noqotay miyi bay ku haysatay ay u shaqayn jirtay ayaa waxay damacday inantii inay magaalada ay ehelkeedii kale ay u timaado waxbarato islaantii iyadoo waxxumaa islahayn waxay u tagtay kuwan sixiroolayaasha waxay tidhi inantii waxaan rabaa inaad iigu samayso jilib xidh jilib xidh miyaa garanaysaa waa garanaysaa inanta waxaan rabaa inaad iigu samayso jilib xidh si aanay iiga tegin ayeydeed iyadu waxyeelo geysays ma lahayn sixirkii ay u soo qabatay jilib xidhku waxa weeye qofka la rabaa inaanu gurigaba ka bixin ama aanu magaalada ka bixin ama aanu qofka la dabrayaa qofkiiba la dabrayaa si aanu meesha uga tegin inantii sixirkii sidii lala rabay muu noqon sixir almarad bay isu bedelay maskaxdeedii baa khalkhashay marna wuu soo galaan maskaxday qabsadaan marna way sii daayaan
إن أنتي أنتي مسكحة قبصدين بعمل مال ما كم إذا أنتي قاسية كبريدو ديبين أي دو قب أي قبتسيه إن أنتم مركا إلا أنت أنا ساكو هوسيسا ويكد وي 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 كجوبتي لما أنت دوي جوبتي إن أنتي أو يعني آدي هذا رفعت سبعة لا يبغى كأنه برعة مركا مشكلة دوما يا هاي نيني سكبتو حاني قا يقدم غشبة دنايد مر الله عليه مركا الله يسيره هذور نايا دكتور كودانا ينو دايمه سارو أيو تشينكي هلا يا ولي هاي دايما ده نجدة هذي خلادين عادة يا سمو يدين عكلان دير كقاعدينا ماشي جوبتي هذا ساو أركيه بعدين عي إن تدير كعرارة أي دي كتاعو كسبودية دي كسبودية هاد بعدين على ده يا ميدين عكلو نبرك كلو فنيا تنو حنقو أنسني إن أن أفك كسي ندودي ردي دايما دي وبها العني دبوها قفك نو قفت تشل عسنا ولا قمسي تيكسن كرو بختار كي مركا وحنا نسلق هذا إن أنتبيوتيك إن أنتلاسيا بين دين شيء ما يمساج بان فردي هاي أفر حبو أنتبيوتيكا بامرك لي عن لقسيني سلا وقت ير جوده هاد حاجة دمايكا كانت إيه ده وح الله عليه وح دعاني أنو قارين أنتبيوتيك واتقانو كان ده قم أبو قنبلة هذي عنو في رتابته مركبة كلا داتا أيا أنتي هنغوري جمرتي أو علاش مرتي أو حيد مها مرتي وحاسو أرس أسرع يوحاسو قيان أنتي كبد بعدين أيا توسو جسوب حند برت أفرتي مر بقعان تانو قادنا يجون بري قارين الله لو حسب دلي أنا أشري إلى هاي وقاس دوديني أيا نقول راح ذن إن أنتي مركان أم عرويني ونسأل الله ليس أنو قلان ويني إن أنتي مركاني قوالي كقادو حنا أنو جو هوشن وحبك قوان كريمايا ما قرنا يهدى إن أنتي إن أيدي ما تي إن إنه شيء لكن آد بي أسل عيان آد بي أسل عيان قبضة وحكى له أنا جاي صامرة المير رأى أفر شرقة المير رأى أفر شرقة أمل حرقادة على بوك عياري شو عرور تشين لي هاي با وح جارسية تشين كي با علمه يرى قلي علمه يرى سقو سحسن بالله يكيني علمها يري ولقي ميل تشين لغوش ده يا ميل قرآن لغو أغري يا ميل اسكو يا ليلي كرو مولقي مو أرك علمه يرى مركان قرآن كو أغري وح عدوين با إغلا حدلي محا أهيدين جبريل بالله إيدا هذا وما حد كرب تاع علمها ير عرور بيجي جوك سدي تعرور تيدي كأركي ما كل إحساتان ونقول سو كذي هذا عبار قرآن كي كو أقرنا كو أقرنا إلى هاي علمه وبد بعدي عادي بوصوت توصي أدر بالورنا تو علمه يروح بفهم معي عادي بيلا شك يستي واحد بعث أنا مدري من لكن دلوا عد كنوع عاصو كلا علمهم مو لهين مركب أنا وحصو حدنا ماهن مركان قرآن كي كو أقرأ وصبر أرك قصة كلا لا ياب كلا هي إلا كل أنت وحاي هيد قبل ريمي يبى الله يكينه أفي غريسة ما تقان أفي غريسة ما تقانه مركان قرآن كي كو أقرأ وايد عضي كين دل دل ما يو غريسة أقرأ نجس سبود تيا نو أفكارنا يا أفي غريسي وار كلا هذا الله مركا أنا هرت أنت هوان أرك تين كا أفي غريسي كوه الله يا ناكت ريميجا كده حلا يا المهاير أفر شركة إيو كوا محان كده هذا سحر كله صدري مركا أنت هسوا معلومات بدن بان إذن هيا إن شاء الله ده مركا سحر كي تين كي مالها هولها أنقله لكن أنت وحنو سوى قدمي إن أن أندل الكردقنو إن قولك الراجحي أو يهي إنو تشنكو وحيي لقار سينكرو بنا أهدميك إنو تشنكو وحيي لقار سينكرو بنا أهدميك سيدي هذا بنا عالم كان سيابة بضن بادي بنا أهدميك اللوغة بايع مشتريا نبسي وحوغر راديا با نبسي وحوغر راديا با سحر كنا سيدي سبا وانكا ورمي دونايا إنت بضن سيدي اللوغة تلقالي ومهر قالوا مرك قار كونا كي سحر كصاحر بابا يسكر رجع انقلب السحر على الساحر
marka waxa inta hadaan ka faa'iideysto aan ka digaya waxyaalaha la shaqaysta shayaatiinta iyo jimanka in aad looga taxdiro dhib badan baa ka timaada iyadoo ujeeddo loogu tagay sidii iska bedelaysa oo si kale ay isu bedelaysa hadda aniga maantadan qola ii timi qoladaasi marka markhaatiba iga rabaan inaan arrinka markhaati kaco waxay igu yidhaahdeen gabadh ismahaan la yidhaahdo oo cilaaj ku haysata 150 meelahaas ayaanu u tagnay waxay noo sheegtay in maxaa sheekh ismaaciil iyo sheekh maxamed cumar dirir ay labadaba fatwa ka haysato noocan ay u shaqaynaysaa inuu sax yahay oo weliba maxaa sheekh ismaaciil dawooyinka iyadoo ay u dalabtay iyadoo u keento haddaad rabtaan orda oo maxaa sheekh ismaaciil u taga oo soo weydiiye waan weydiiyo naagta maxay ku shaqaysataa waxay leedahay waxay tiri junuud muslima ay la shaqaysaa junuud muslima ayaan wada shaqaysanaa waxay ii sheegeen marka kuwii u tagay waxay tidhi adiga sixir baa adiga ninkaagii lagu kala kaxeeyey sixir lagu faray yaraystay ninkaagii saw kuma maqna dibadda haa telefoonka miyuu kaa qabtaa maya igama qabto haa waa laydin kala eryey marka waxaan rabaa inaan adigana sixirkii kaa furo isagana aan sixirkii ka furo adiga $500 baad keenaysaa hawshaad way sahlan tahay isagana nambarka telefoonkiisa isii halkaa uu jooga baan ku daweynayaa laakiin hawshiisu way culus tahay $1,500 baad keenaysaa waa maantadan isaga hawshiisu way culus tahay $1,500 ayaad keenaysaa way ii yimaada waxayna lacagtii badh bay naga haysaa lacagtii badh bay naga haysaa maxaan yeelaa marka waxaan ku idhi wax allaaliya wax gabadha aan ka aqaano iyo dawo ay aniga ii keento iyo fatwa ay ii weydiisay ma jirto in shaytaan la adeegsadana shareecadu ma ogola ee arrinkaa ka taxadara arrinkaasi inta faraha badan dhib buu u keenaa makhluuqa waxaynu ka warramaynay dhibta isha iyo sixirka qiso yaroo aada iyo aada u la yaab leh baan idinka sheekaynaya oo xaqiiqo u dhacday gabadh baa waxay burco ahayd in badanna waan ka sheekeeyey si ay ugu cibro qaataan dadku waa masalo aada yacni in loogu cibro qaato u mudan gabadh ree burcaa baa waxay siin jirtay nin miskiina ayay aroor walba quraac siin jirtay ilaahay dartii laxoox iyo subag iyo waxay isugu dari jirtay koobkiisa shaaha ah ninkii maalintii dambe ayuu gabadhii la hadlay wuxuu yidhi heedha gabadh yahay waxaan kuugu abaal gudo garan maayo laakiin waxaan doonayaa inaan ku abaal gudo ninkaaga ku jeclaysiiyo oo aanu meel kaleba aanu haweysanin waa si fiican bay ku tiri waa saxe iga caawi deedna qardhaas qoran buu u keenay maalintii dambe wuxuu ku yidhi ninkaaga barkimada u hoos geli maxaan ku idhaha cid kale haweysan maayo halkaasuna ha kuugu jirto way ka qaaday barkimadii bay hoos gelisay ninkii markuu soo hoyday ee barkimadii ku seexday ninkii waa buu shaqo tegi waayey kaadi uu u kaco mooyaan xataa salaad waa u kici kari waaye uu kaca hadday wax yar u cuno jiifkuu ku cunaa ama fadhiguu ku yarcan hurdadiiba ku noqdaa haddana uu kaca markuu kaadi qabato hurdadiiba 3 maalmood iyo 3 habeen ayuu jiifba ka kici waaye uu sariirtii uun jiifaa war ordee shaqo tag waan daalanahay iddaadaasun bahayaa maba shaqo tegayaba dabadeedna isagoo musqusha galay ayay ka soo saartay meeshii way gubtay ninkii caadi buu u dhaqaaqay markuu iska tegay shaqadii buu tegay ninkii kalena wuu yimaadaa mar walba ka waran ninkii si fiican bay tirahdaa sidhinku haystaa maalinta dambe waxay yidhi ku kale ka xoog badan baan kuu keenayaa ku kale kii ka xoog badan ayaan kuu keenayaa waayo iyakeen bay ku tiri wax yaroo tuman ayuu u keenay wax yaroo tuman ayuu u keenay wuxuu ku yidhi shaaha uu ku tar haya keen bay tiri way ka qaaday waagii aroortii dambe markuu isagu imanayay ayay isagii shaaha ugu dartay isagii bay shaaha ugu dartay marka shaahii dhadhamiyey ayuu cabaaday lawa maxay waxaan ku leeday siisay lawa maxay waxaan ku leeday siisay maradii buu tiri sidii buu ku waashay been idii sheegi maayo
isaga kii waxa soo dhigay ana waxa waxaan ku leeyahay waxa noo dhiibtay bay ku tiri ninkaaga sii waxaad nagu tiri ninkaaga sii ayaanu daadiga ku siinay been idii sheegmay.